بدنا ربطة من قمر الدين أو كيس اللي ما بعرف شو اسمه بالضبط، هي لتر ونصف من الماء الحار، كوب سكر من سكر الأسرة، وملعقة من عصير الليمون أو ماء وماء الورد أو ماء الزهر. طبعا هذا الليمون وماء الورد اختياري، يعني مش جاي نحطه، بس أنا بشوف مرات إذا أضفنا قطرات من ماء الورد يعني بيعطيها زخم، بعطي طعم زخم، بس أنتوا حرين قراركم. عندي هون طبعا إيش هو قمر الدين، عبارة عن المشمش المجفف. أها طبعا هذا من اللي أشهر، هو هذا اللي هلأ برمضان تلاقيه منتشر بالأسواق. نعم قطعته فرمته، عندي مي بتغلي، أيوة لتر ونص، بضيف المي مباشرة على قمر الدين. قمر الدين أيوة لتر ونص بالضبط كاملين. أيوة يا شيف بهالشكل، المي زي النار. وطبعا بدي أتركه في حال كنتم مستعجلين عليه، أوكي بدكم سرعة تسووه، بدناش نستنى عليه ثاني يوم أو بعد 4-5 ساعات مباشرة، بس المي تبرد بنحطه في الخلاط وبنخلطه خلص. إذا مو مستعجلين بتركوا لكم إياه. أنا مثلا بالليل بحط عليه المي، مي عادية حتى مش مي سخنة، بالليل بحط عليها المي وبتركه. ثاني يوم عندي طريقتين، يا إما بإيدي بمرسه بهالشكل زي الجميد، نعم، يا بحطه بالخلاط وصلى الله وبارك. هي يا هاي يا هاي بنضيف عليه السكر، مش اليوم بس أنا حضيف عليه السكر تقريبا سكر، نعتبر إنه تركناه بالضبط بالضبط، وبنمرسه وبنصفيه بمصفات سلك مش بمصفاي ناعمة. هذا العصير مش لازم يكون كلير، يعني يكون يعني قصدك في قطاع بالضبط، مش ضروري قطاع، يعني في زخم زخم. أي بالضبط. ثاني يوم نمرسه او على الخلاط